مرحبا، كيف حالكم؟ اهلا وسهلا فيكم بحلقة جديدة. حلقتنا اليوم مميزة، ليش؟ لأنه معانا أفخم فود فوتوغرافر في عمان، سماح قعقاع. اهلا وسهلا فيك ست سماح. خلينا اول شيء بداية نتعرف عليك ونعرف المشاهدين. سماح القعقاع، صيدلانية، حاليا فود فوتوغرافر، ام لثلاث اولاد. ما شاء الله عليك. طيب كيف دخلتي في مجال التصوير او كيف بدأتي في مجال التصوير؟ هلا من زمان انا بحب التصوير، بس ما كان انه بالفود او بالطعام نحكي. بلشت اجمع صور او اطلع اي مقالات بتحكي عن لاندسكيب فوتوغرافي، وضليتني في هذا المجال واحبه كثير لحديت 2017. لقيت انه يعني لاندسكيب فوتوغرافي بده الواحد يطلع اكثر، يعني بده رحلات وشغلات زي هيك، وهي ما كانت متاحه يعني لإلي بشكل دائم بحكم انه انا ام متزوجه وعندي بيت، فصعب. وبحب الكاميرا وبحب برضو المطبخ، يعني انا كثير بحب المطبخ، وعم تطلع معي اشياء مرتبه. فبلشت اصور العمالي بعمله، وشوي شوي لقيت الناس عم تمدحه، ويعني درسته اكثر، والحمد لله خلص كملت فيه. يعني هلا انت كنت اسالك انه ليش تخصصتي بمجال التصوير الطعام، بس جاوبتي. هلا انت حضرتك يعني فينا نعتبرك انك شيف، انت كل الصور اللي بتصوريها انت اللي بتعمليها. مو شيف، كل شيء انا بعمله كله اللي بصوره، الا اذا عم بصور لكلاينتس برا، بس انه في صفحتي شغلي، وبكون ذاكره يعني اذا ما كان لي. بدور على وصفات غريبه، بحسن وصفات، اما انه شيف لا طبعا. شيف كلمه كثير كبيره، لا انا مو شيف. أوكي. انا بس شخص بحب المطبخ وبحب يصور. هلا كلنا صراحه بنحب المطبخ، بس انا بني ولا بحب اكل، ما بحب اطبخ. لا انا بحب اطبخ، وبحب يطلع الطبق شكله مرتب. حلو. يعني فيري بريزنتبل، وبحب انقل للناس هاي الصوره انه كيف هو شكل الطبق، فبنقله زي ما هو حلو. تمام، يعني انت عم تمشي على مبدا انه العين بتاكل قبل التمام. بس برضه بيطلع زاكي. اوكي، طيب هلا انت ذكرتي انك صيدلانيه، فمجال الصيدله يعني كثير حلو ومجاله واسع، فشو اللي خلاكي مثلا او انت تركتي مجال الصيدله نهائيا واختصيتي بالتصوير؟ هلا من ناحيه شغل، انا ما عم بشتغل في الصيدله، يعني اشتغلت فتره بسيطه تقريبا سنتين، وبعدين خلص تركت. و يعني هلا بس انا بقرا مقالات في الصيدله، بتابع اخبار كذا، اما انه كشغل لا ما عم بمارس يعني الصيدله. كمصدر دخلك الرئيسي هلا التصوير. تصوير. طيب خلينا نحكي انه ايش بتحكي مثلا للناس اللي مثلك؟ مثلا في كثير ناس انا مصورين بعرفهم مثلا بيكونوا دارسين جامعات وتخصصاتهم كثير بعيده عن مجال التصوير ونقلوا لمجال التصوير، فشو السر بالموضوع او شو السر بمجال التصوير اللي بيخلي الناس تترك كل دراستها اللي سنين درستها وتتجه بمجال التصوير؟ هلا انا بالنسبه لي الصدفه لعبت دور، يعني انا كنت تارك الصيدله قبل ما ادخل في مجال التصوير. أوكي. تركتها بحكم يعني سفري، كان انه انا كنت مقيمه برا واجي لهون كثير، فكان صعب اني انا التزم بشغل له علاقه بالصيدله، فكانت صدفه انا اتجهت للتصوير، وخلص يعني انه صار بالنسبه لي بعد وقت انه هو شغل. هلا غيري ممكن افاق في التصوير انفتحت لهم اكثر، ابدعوا فيه اكثر، وممكن في ناس لا يضلوا شغلهم الأساسي مع التصوير، يعني ماشيين بارلل مع سوا، فبيزبط برضو يعني حسب كل واحد وظروفه. كيف بتوازني ما بين التصوير والحياة الأمومة مثلاً أو واجبات الأم؟ يعني أنت بتصوري في البيت صح؟ ما عندك استوديو؟ نعم. تمام، البيت. فكيف بتوازني بين لا عندي استوديو بس ببيتي. عندك استوديو في البيت. أوكي. هلا انا ما دخلت مجال تصوير الطعام يعني وصار شغل بالنسبه لي الا بعد ما كبروا اولادي. لما كانوا صغار مجال الصيدله كان صعب بالنسبه لي، غير عن انه انا ما كنت مقيمه في عمان، كنت في دبي، واولادي صغار فكانوا بدهم مني كثير. خلص لما كبروا هلا اولادي والحمد لله، يعني صارت المسؤوليات يعني تجاههم صارت شوي اخف، فقدرت اني ادخل في مجال الطعام. وبرضه هو يعني هو فعلا بياخذ من الوقت، كثير بياخذ من الوقت، وانا حتى لو عم بصور لعميل هو عم بيجيب لي الاشياء جاهزه برضه بياخذ مني وقت، فانا بخصص فتره يعني لحديت الظهر للتصوير، وبعد ما هيك خلاص بتكون لبيتي. اوكي، يعني انت بتصوري فتره الصبح تقريبا. اغلب التصوير بيساعدوكي طيب بالتصوير؟ لا. بس باخذ برايهم، يعني زوجي واولادي اي صوره بصورها لازم يعني بعد ما اخلص بفرجيهم وبقولوا لي مثلا لا اعملي هيك، لا غيري هيك، لا مثلا زيحي هاي، باخذ برايهم. يعني حتى اولادي هلا برا مسافرين برضه ببعث، اذا كانوا صحيين ببعث لهم بقول لهم. حلو دائما الواحد انه ياخذ راي اكثر من حدا قبل ما ينزل الصوره او قبل ما ينشر الصوره، انه احيانا كثير بتكون مثلا انت مركز على شيء فبتغفى عن شيء ثاني. صح. طيب خلينا نبلش هلا نحكي انه انت كيف مثلا هلا انت بلشتي
كهواية حكينا باللاندسكيب، كيف طورتي لما دخلتي في مجال تصوير الطعام، كيف طورتي وحولتيها من هواية لمصدر دخل؟ هلا بداية أنا أخذت كورس في البيسكس تاعت الفوتوغرافي، هذا بال 2010-2011 مو متذكرة، وضلتني بس إنه أصلاً ما كنت أعرف إنه في إشي اسمه فود فوتوغرافي، كنت بس بعرف إنه لاندسكيب بورتري هيك، أو كنت أشوف إنه في فود فوتوغرافي بس كصور أشوفها، ما بعرف إنه هي تخصص كامل. بعدين لما يعني حسيت إنه أولادي كبروا وصار عندي وقت ومش قادر أعمل لاندسكيب فوتوغرافي، صرت أطلع على الصور أكثر، أدور على دورات أونلاين، ألاقي في دورات يعني طلع تخصص كتير كبير وإله ناس وبيعطوا فيه كورسات، فبلشت بكورسات الأونلاين، فأخذت أكثر من كورس أونلاين في الفود فوتوغرافي. أوكي. وطبعاً بطلع على شغل غيري، بلشت في البداية بيني وبين حالي أقلد ناس، أشوف مثلاً أدرس كل صورة إيش فيها إشي بميزها، شو بقدر أنا أعمل زيها مثلاً، إيش الصورة النهائية طلعت معي، طب ليه ما طلعت زي الصورة هديك أو ليه طلعت زيها. شوي شوي بصير الواحد خلاص بيعرف إنه شو هو نقاط ضعفه، إيش هي نقاط قوته، وبيشتغل عليها. وأنا اشتغلت على حالي، يعني قعدت فترة منيحة بس اشتغلت على حالي كتير منيح. حلو. طيب إيش بتحسي مثلاً أكثر نقطة بتخلي المصور كفود فوتوغرافر يتميز عن غيره، مثلاً إضاءة، توزيع توزيع عناصر جوا الصورة، أو إيش اللي بيميز مثلاً المصور عن كل شيء؟ هو عبارة عن فن متكامل، يعني ما بدك تركز على الضوء وتنسى الكومبوزيشن، ما بدك تركز على حتى البروبس بتفرق، يعني ما تكون عندك بروبس عن جد إنه يعني بتلفت الانتباه أو يعني مرتبة في التصوير برضو كمان بتفرق عليك. أوكي. كله بيفرق. حلو. طيب معناها هلا احنا كمان ما بدنا ناخذ من وقتك كثير ونحكي كثير عشان ما المشاهدين يملوا كمان، راح نقوم هلا على الاستوديو ونجهز صوره ونحكي كيف راح نصورها وايش الاعدادات اللي راح نستخدمها ان شاء الله. عشان نطلع بصورة طعام مرتبة، أول شيء بدنا نفكر فيه ولازم يكون عندنا هم الخلفيات. الخلفيات إشي كتير مهم وكتير بيلعبوا دور لحتى يجملوا الصورة. بدنا نهتم إنه الخلفية تكون نيوترال أو ألوان محايدة وما فيها عجقة تطغى على البطل نفسه اللي هو نحن بدنا نصوره. ممكن تعمليها في البيت الخلفية أو يعملها الشخص، خشب، ألواح خشبية يدهنها بطريقة معينة. وممكن كمان اشي هلا كتير نازلة على السوق حلوة اللي هي خلفيات جاهزة مطبوعة جاهزة، تعطيكي فيلينج إنه في تكستشر، بس هي طبعا لا يعني بتعطيكي منظر 3D بس هي مش 3D، فهي برضو إشي كتير يعني available وسعرها كتير منيح. برضو بدنا نفكر بالcomposition وإله rules كتير، وبعد وقت بعد من واحد يتقن كل الرولز هاي ممكن إنه يكسرها، بيكون قلبه أجمد بيكون هو أقوى فبيقدر يكسر الرولز اللي هو تعلمها. ممكن نضيف مثلا زي هاي قطعة الفوطة مطبخ تعطي texture. هو كل تصوير الطعام عبارة عن تكستشر، يعني انت بتحس في ملمس كل شيء قدامك، وهذا يعني بعطيك فكرة كتير حلوة عن الطبق اللي انت بدك تاكله. في عنا هلا مثلا نستغل كل شيء عنا موجود في اي سيزن، هلا الربيع الزهور هاي منتشر كتير، فممكن نحطها باي صورة وبتعطي ناحية جمالية كتير حلوة. ممكن حتى تدلل انه هلا وقت ربيع، يعني الواحد اول ما يشوفها بقول انه هذا ربيع. مثلا انا رشيت سكر ناعم، مش غلط احط المصفى اللي رشيت فيه سكر الناعم على جنب، برضه بيعطيكي هيك بيصير البني ادم حاسس انه في ستوري ورا هاي الصوره وبنبسط عليها انه في سكر مرشوش وهي اداه السكر، عملت فريمينج وفريمينج للهيرو تبعي، هذا برضه بيعزز الصوره اكثر وبعطيها قوه اكثر. كمان بدنا نلعب بموضوع الالوان او ندرسه اكثر، مش كل الالوان تلبق مع بعض، بدنا نركز ايش الالوان اللي هي قويه ولازم احطها مع بعض في نفس الصوره. الواننا هون معتدله جدا وفي بيناتها هارموني، فهذا يعني تعتبر اضافه للصوره. الضوء من هاي الجهه انا بحب الفلات لي تكون الاضاءه مايله وتعطيني شادوز بالاتجاه المعاكس، برضه بتعطيني شعور انه هو 3D. شوي كان معتمة هاي المنطقة لأنه اتجاه الضوء بس من جهة واحدة، فحاولت أعكس الضوء من الجهة المقابلة، ما بدي أضوي التانيين، أنا بتهمني هي هاي المنطقة بالضبط، فعشان هيك استخدمت ريفليكتر صغير بس يعكس ضوء على هاي المنطقة، ممكن أكبره بيضوي بعديها كل المنطقة هاي. ممكن برضو أستخدم فلاجز أو بلاك بوردز
برضو هذه بتعطي شادوز للمنطقة اللي أنا مثلا ممكن أنا هاي المنطقة حاب عليها شادوز أكتر، بدل ما أحط الفوم الأبيض على كل المنطقة بحطه بس على هاي على هاي القطعة، وهون مثلا بحط بلاك بورد إذا بدي بيعطيني شادوز أكتر، فبتطلع هاي المنطقة ضاوية أكتر حسب أنا شو بدي من الصورة. طيب هلا مثل ما احنا شايفين عم نصور فروم ذا توب، حطينا الكاميرا على الستاند، حطينا راس إضاءة واحد مثل ما حكينا وريفلكتر أبيض. الصورة اللي طلعت معنا نشوف كيف طلعت. اوكي هذه الصورة مصورة بزاوية 90 او اسمها فلات لاي او بيحكوا لها بيرد اي، لانها زي ما العصفور بيشوفه هو طاير بتطلع من فوق. اعداداتها دائما بتكون انه الفوكس بيكون على كل عناصر الصورة، فبنختار عدسة فتحة عدسة ضيقة، انا هون مختارة 8 حتى تكون كل العناصر ان فوكس. الحلو بهاي الزاوية انه بتطلع لي العناصر كلياتها والتركيز عليهم كلياتهم، فممكن مثلا لو بدي اصور سفرة عليها اطباق متنوعة وبدي كلهم ياخذوا نفس الاتنشن بستخدم هاي الزاوية اللي هي زاوية 90. ممكن لو بدي اصور طبق مثلا انه فيه سماكه معينه او مثلا ايتم او مثلا زي الكب كيك. الكب كيك لانه مرتفع فالافضل تبين سماكته، فيفضل زاويه 0 او زاويه 45. ممكن طبعا ما في شيء بالمطلق، برضه بقدر اصوره بزاويه 90 بس عشان افرجي الناس انه قد ايه سماكه الكب كيك اللي انا خبزته هلا مش غلط اقلب قطعه. فأنا صورته من فوق زاوية صفر، بينت عناصر زاوية 90 سوري، بينت عناصر كتير، وبنفس الوقت أنا لما قلبت قطعة هي ناحية جمالية غيرت عن الباترن اللي هو كلياتهم محطوطين هيك لفوق وبين سماكته. هلأ بالنسبة مثلا البرجر فيه لايرز مختلفة، فالأفضل زاوية صفر لحتى تبين لي كل الطبقات، الجبنة، اللحمة، الخس، البندورة من فوق ما راح يبينوا كتير واضحين. أكيد. وما هيك ما في شيء بالمطلق، برضه في كتير صور حلوه طلعت للبرجر من فوق بتصور بطريقه فنيه انه بتنزاح الخبزه على جنب بتبين الطبقات، فما في شيء ما في شيء بالمطلق، بس هي قواعد عامه بنمشي نحن عليها، واذا حبينا نكسر اي شيء بذكاء مو غلط. حلو. هلا هيك بعد ما خلصنا التصوير طلعت الصوره بتجنن ما شاء الله عليكي. بدنا اخر سؤال بس، ايش تعطي نصيحه للمشاهدين او للمصورين اللي بدهم يبلشوا تصوير او يختصوا بمجال تصوير الاكل؟ هلا بشكل عام نصيحه للكل، كل واحد يعرف حاله بشو حابب يتخصص، وهي مش شغله سهله، يعني بده يقعد وقت ويمكن تاخذ سنين وهو بفكر. هلا بده يتقن التصوير البيسكس وبعدين شوي شوي بصير يعرف حاله هو وين بده يتجه بأي مجال. في مجال الطعام بدك تدرس كتير صور على النت وتشوف ايش بميزها عن غيرها، تاخذوا كورسات، الكورسات المتوفرة اونلاين يعني معبية واغلبها جيد جدا، وهلأ كمان صار في دورات عنا، يعني انا مثلا بعطي هلأ دورة، في غير كتير ناس بتعطي، ففي صار عنا بالعالم العربي ناس عم تعطي دورات، فالواحد يعني اوكي يعتمد على حاله بنفس الوقت يشوف شغل الناس التانيين ويوسع حاله بناء على هذا الحكي. انت كست بيت ايش مثلا بتنصحي ستات البيوت انهم يدخلوا مجال مثلا تصوير الطعام او ممكن تصوير اي شيء غير الطعام بس جوا البيت كستات بيوت؟ اكيد هلا كل ست بعد مرحله معينه بتصير انه مسؤولياتها اخف وبصير في عندها وقت فراغ، مش غلط تعرف حالها هي شو بتحب، سواء تصوير سواء ارت، اي شيء ممكن تعمله هي ببيتها وتبدع فيه وتنطلق، يكون بيتها هو انطلاقتها، فمش غلط يعني بعد عمر معين بعد مرحله معينه انت بتصيري يعني حره امرك ويعني ووقتك اوسع، فمش غلط الواحد يبدع بشغله ويستمر فيها، وعمره ما كان الواحد اذا بلش بعد عمر معين انه هو متاخر، بالعكس يعني كل واحد امتى وقته بيسمح له ببلش. طب هلا انت بتعطي كورسات تصوير كفود فوتوغرافي؟ نعم بعطيها. طب حلو، معناها هلا بتدخلوا على الانستغرام لسماح القعقاع بتشوفوا اي شيء بدكم اياه، اتوقع انها بتجاوب على كل الاسئله ما عندها اي مشكله. تسلم. شكرا لك، يعطيك الف عافيه، وهيك نكون وصلنا نهايه حلقتنا، ان شاء الله تكون عجبتكم، لا تنسوا تتابعونا على كل وسائل السوشيال ميديا انستغرام فيسبوك يوتيوب تيك توك، ونشوفكم الحلقه الجايه.